اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. كل عام وحضراتكم بخير. هالأيام الحلوة والعيد وأجازة العيد وعيد الأضحى المبارك ولحمة العيد وزحمة اللحمة، فإحنا قلنا النهاردة وبكرة مع بعض لنا مفاجأة. دوري إن أنا أساعدك في المطبخ وأديك فرصة تجهزي شقتك وبيتك للأولاد وكمان الضيوف، وكمان هنعايد على بعضينا وجبران الخاطر والمعايدة. فقلت أعمل جوانح الفراخ النهاردة بالثوم والليمون. أنا شخصياً بحبها، بحب الفص اللي هو في الجناح بتاع الفرخة بيتعمل بثوم وزيت وليمون من المطبخ اللبناني. إخواننا الشوام بيحبوه كده قوي، بتقدم طبق مقبلات. ممكن تعملها مع الباربيكيو، ممكن تعملها مع الكاتشب. فهنشرح إزاي نستغل جوانح الفراخ نعملها بطريقة جديدة. معايا النهارده طاجن الفول بالطماطم. ايه الفول؟ صايمين فاطرين، عندنا لحمه عندنا فراخ، طبق الفول ما نستغناش عنه. شيف المغازي النهارده هيعمله بطريقه جديده، طاجن الفول بالطماطم والكزبره الخضراء. هتسيبي كل حاجه على السفره وتركزي معاه، هو معيش بلدي. المفاجاه بقى الفراوله. اي نعم مش موجوده في السوق، بس للامانه النهارده سميت بسم الله لقيتها موجوده، فراوله طازه زي الفل. عايز اعمل ايس كريم فراوله. انا متفق مع حضراتكم كل اسبوع معانا نوعين ثلاث انواع من الفواكه نقدر نعملها ايس كريم. هخليكي تعملي اي فواكه نفسك فيها بطريقه ايس كريم لطيفه وجميله، طعم الفانيليا طعم الشوكولاته، احنا مع بعض لان الجو حر ومحتاج الايس كريم. تعالوا نخش على الطبق الثاني اللي هو المهم بقى، الاساس اللي ما نقدرش نستغنى عنه، طبق الفقير والغني والغفير والامير، طبق الفول. وإذا خلص الفول أنا مش مسؤول. فول وطماطم، توم بصلاية ناعمة، فول وطماطم وبصلاية ناعمة، والتوم ده أساسي. تعالوا نعمل شوية فول كده على الفراخ بتاعتنا ما تتحمر وما تقلبهاش، علشان التوبنج اللي أنا مغلف بيه ما ينزلش في قلب الزيت. في أمارات كده، المقادير على الشاشة بتاعت الفول، بتاع الفول، فول مدمس حلو، والفول موسوعة من الأكلات المصرية الموثقة والأكلات الشعبية المصرية الموثقة، توثيق في الموسوعة الأكلات الشعبية دي أكلة معروف الفول بتاعنا، إحنا مبدعين فيه ومن خير أرضنا. فول وطماطم وتوم وبصل وعصير ليمون وكزبرة خضرة وملح وفلفل وكمون. الكمون ابن عم الفول. الجوانح هنا نصيحتي لما انت تحطها في الزيت، اي حاجه بتعملها كريسبي او اي حاجه بتحمريها ما ينفعش انك تقلبيها كتير في الزيت، خليها زي ما هي كده. طب لو قلبتها يا عم الشيف ايه اللي هيحصل؟ التوبنج اللي انا متبل بيه الفراخ واللي بغلب بيه الفراخ هينزل في قلب الزيت، انا عايزها تستوي زي ما هي كده. معانا اتصال ست الكل؟ طيب نبدا نشتغل في طبق الفول بتاعنا. طاسه على النار شديده الحراره، بحط زيت زيتون. وانت واقف في المطبخ كل حاجه بتطلع معاك كده زي الفل. زيت زيتون بكثافه شويه عايزه. انا بجيب البصلايه الناعمه والفص التوم وانا واقف كده، علشان عايز البصلايه دي تتسبك مع التومه، عشان عايز اعمل شويه صوص طماطم حلوين كده. والطماطم تتقطع كاريهات يعني مربعات يعني قطع صغيره. استنى على البصلايه دي تاخد لون يا عم الشيف، وعلى ما تاخد لون مع مكعب من الزبده. الله، فول حاجة من الحاجات اللطيفة اللي نقدر نعمله بالسجق، نعمله باللحمة المفرومة، نعمله بالطماطم، نعمله بالكزبرة، زي ما احنا حابين. ننزل بالثوم ونسيبهم على النار نتقل عليهم شوية هسه. حلو. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير على البصلاية بتاعتي ما تتحمر شوية، لأن عايز أعمل شوية فول للأمانة، طاجن فول والطماطم جامد جدا. هنطلع فاصل صغير، بعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الاخيره لعمل شويه فول ما نقدرش نستغنى عنهم. لا فقير ولا غني ولا امير ولا غفير يقدر يستغنى عن طبق الفول، سواء في الفطار سواء في السحور سواء في الغداء، في كل الاوقات. انا شخصيا ادي الفول مع الطماطم، سوري، ادي الطماطم مع البصله والتومه، بسيبهم على النار كده لغايه لما الطبطمايه دي تتعرف على البصله والتومه. عندي كزبره خضراء
الكزبرة الخضراء مع الفول بتاخده في حتة تانية خالص. نسيبهم على النار كده. شفت الجو ده كده؟ اه. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف ايه؟ شوية الكمون دول أساسي. والله هي طالبة شوية الفول دول، يعني مخرج بيقول لنا ده عيد يا شيف ولحمة، متوقع النهاردة تعمل كبسة، تعمل مقلوبة، تعمل لنا فتة. أنت مستعجل على رزقك ليه يا مخرجنا يا جميل؟ الفتة وحلويات الخروف وحلويات الدبيح ولحمة العيد، إن شاء الله في العيد هنشوف مفاجآت. ولكن المفاجأة الكبرى بكرة بإذن الله تعالى مش هنعمل أكل ولا هنعمل سلطة ولا هنعمل رز ولا فراخ ولا لحم، هنجري السلة في العيد. صلة الرحم والأقرباء والأهل والأسر والأولاد، وعايزين نثبت الأولاد في البيت يقعدوا يستنوا يعيدوا على أولاد عمهم وقرايبهم ويتعرفوا عليهم، ويبقى في عادات وتقاليد بتتورث لأجيال ثم أجيال ثم أجيال. هننزل بالفول بتاعنا على الخلطة أو الكشنة اللي قدامنا دي كده. آه الله يا ويلي، هو ده بالشوكة بقى كده والتغميسة دي كده وأنا شغال. آه فكرة إن أنا أهرس حبتين تلاتة كده في المرة علشان يبقى في قوام لطبق الفول. ولكن أنا من الناس اللي يحب الفول سليم، يعني إذا كان مثلا أنا تعزمت أو حبيت أكل شوية فول برة، عمري ما أطلب الفول مهروس، ولا بالطماطم ولا بالقطة ولا بالطحينة ولا بالزيت الحار ولا بزيت الزيتون ولا بالسمنة البلد ولا الكلام ده، ماليش فيه يا عم. أنا شوية فول سلام أنا أشتغلهم وأنا قاعد على السفرة كده، وجيب لي كمون وجيب لي ملح وشطة. أنا بعصر ليمون، حط شوية كمون، أجيب الطعمية أهرسها في قلب الفول، بخترع بقى شوية الفول قدامي مهروسين زبدة كهرمانة. ادي الفول جاهز بالشكل ده كده. الله اه لازم الشوكه تشتغل هنا. هرسه دي مطلوبه واللي حبه الفول تبان بشخصيتها. ولكن في ناس بيبقوا عندهم مشاكل مع الكولون مع الفول. سبحان الله، الكمون هو علاج البقوليات من الكولون ومشاكله مع الكولون، دي رقم واحد. قشر الفول اي نعم بيعمل مشاكل مع السن ومع اللي عنده مشكلة مع، نعمل ايه؟ الفول ده يتسرس وبعدين يتصفى يبقى لطيف وجميل وما فيهوش قشر خالص. دي طريقة، الفول ينضرب في الخلاط بشوية مية وبعدين نصفيه بمصفى ناعمة ويطلع منه القشر بتاعه يبقى لطيف. ايه الصورة الحلوة دي؟ ايه القرن الفلفل اللي بيمثل التماسي على طبق الفول؟ نجيب الطاجن نغرفه مع بعض؟ اه، عشان هيخش الفرن. هنطلع الفراخ وندخل الفول. اه، عايز شوية ملح، ده عايز العيش البلدي يا عم الشيف، العيش اللي برده ده الاسمر الحلو ده، والف هنا وشفا للي ياكل الامانه. يعني وعجبنا اول قرن الفلفل اللي رايح جاي ده بيتعذب معانا، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه هم دول بقى، والله العظيم لو في خروف على السفره تلاقي عينك كده شافت شويه فول رحت عليهم. انا من الفئه دي. اه حاجه محرمشه كده، ممكن بعد ما اكل شويه الفول اخش بقى على الخروف، اخش على الموزه والجو ده انا فيه، ولكن الفول ده بيفتح الشهيه. صديق المعده. حلو قوي. وبعدين بروتين نباتي، من اعظم البروتينات النباتيه مش المعروفه يعني. اه آمن، غير الحمص وغير الحاجات اللي هي التانية الفاصوليا. وجرنش الطبق ده كده بشياكة، الطماطم تنزل كده يعني هيخش الفرن، خلي بالك ياخد وش. ثم الطماطم دي ايه؟ تتحمص كده يبقى فيه لطافة. شياكة أوه. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. رشة الكمون على الطماطم وهي داخلة الفرن، أو كزبرة ناشفة زي ما أنت عايزها. لسه ما خلصتش مشاكل التوم مع الفول يا عم الشيف والصلاة. لا تفكر يا أم الله يرضى عليك، دول ورقتين نعناع أخضر حلوين، لما يخشوا مع درجة الحرارة الزيوت الطيارة الجميلة الحلوة هتنتقل. آه شفت ازاي الفول بنوف الكنترول اتحول لديك رومي؟ بصراحة هو عندي أفضل من الديك الرومي.